ونبقى في الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب عدد من الشبان خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال قرب الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك عقب مسيرات خرجت بعد صلاة الجمعة تأكيدا على رفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال. في الفعاليات المحلية الخاصة والجماهيرية بقيت قضية القدس وقرار دونالد ترامب حول نقله للسفارة الأمريكية إلى القدس في مقدمة أولويات الغزيين. تقدمتها اليوم وقفة جماهيرية فصائلية تعبيرا عن الرفض الفلسطيني لمحاولة إنكار الحق التاريخي. جاءت هذه الجماهير الغفيرة لتقول للقاسي والداني أننا نرفض كافة القرارات الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، والتي من خلالها يقول أن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. ظنوا بأنهم يحاصرون غزة، يحاولون قنق غزة، يقتلون غزة، لكن يقول شعبنا اليوم كلمته: نموت داخل ديارنا التي اغتصبها العدو من أبائنا وأجدادنا بعد 70 عاما. اليوم نعود إن شاء الله لها فاتحين محررين بصدورنا العارية إن شاء الله. ومع استمرار التعنت الأمريكي بحق الفلسطينيين، تستمر المطالبات بدعم عربي دولي مساند لتضحية الشعب الفلسطيني الذي عانى وما زال يعاني نتيجة استمرار الانتهاكات لحقوقه الإنسانية. المؤامرة الأمريكية لا يمكن أن تمر، وكل ما يطرحه ترامب هو عبارة بشكل واضح فرض استسلام على شعبنا الفلسطيني، وهذا الشعب الكبير لا يستسلم أمام الاستعمار وأمام الإجرام الصهيوني والاحتلالات. احتجاجنا اليوم خرجت جماهير الفلسطينية بكل تنظيماتها بكل أطيافها السياسية بكل حشودها الجماهيرية كبارا وصغارا، تؤكد أننا نرفض صفقة القرن الذي ادعى فيها الرئيس الأمريكي ترامب، حيث أن القدس هي قدسنا، قدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية. حدود القطاع حافظت على وعدها وموعدها مع الشبان الغزيين الذين انقضوا بغضبهم على نقاط التماس، لا يملكون إلا الحجارة والغضب في وجه من لا يفكر مرتين قبل إطلاق النار والقنابل الغازية على العشرات منهم. منى عوك، القناة رؤيا، غزة، فلسطين.